ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. دلوقتي هنعمل البنجر. البنجر كمان نقدر نحتفظ بيه بما اننا يعني البنجر ده مفيد قوي، بننساه كتير قوي، يمكن ما بنحتاجوش الا لو لا قدر الله في انيميا، في حد من الولاد محتاج يدعم يقوي يعني يبقى حد امامك وعايز يعزز كرات الدم عنده، فاحنا عايزين نديله البنجر. فالبنجر من الحاجات الجميله، عارفه في ناس ممكن تكون مش بتحبه او يعني ما بنحتاجوش الا في مخلل الليفت مثلا في الشتاء، لما نحط البنجر يدي لون حلو كده. لكن كمان سلطه البنجر الحلوه اللي بناكلها بره في المطاعم بتبقى جميله جدا ومفيده، ونقدر نستغله وهو مسلوق كده في عصاير، ممكن نحطه مع مربى، ممكن نحطه مع الجزر الاحمر، ممكن نحطه مع الفراوله، ممكن نعمله لوحده ويبقى زي كده ايه، عارفين لما يبقى فيه حاجه زي المقبلات فبيكبسوا بيها البنجر، فانا هقطعه اعمله برده كده مع الثوم علشان ايه تبقى الدنيا جميله. انا ممكن ايه هقول المقادير دلوقتي عقبال ما انا اقطع فصين الثوم دول. نقول مقادير البنجر اللي انا عايزه اعمله دلوقتي مع حضراتكم. عندنا بنجر مسلوق كميه اللي تناسبكم، عندنا فصوص ثوم حوالي 3 او 4 فصوص، عندنا نص كوبايه من الخل، وعندنا ملح. ملح مش هحط نسبه كبيره، بنجر فيه نسبه سكر طبيعيه طبعا، كلنا عارفين الموضوع ده. فانا ايه انا حابه نونه كده من الـ يعني الثوم، حط فصين اتنين بس كده كده، ونقطع حلو كده كده. اوكي، وهنتكلم عن البنجر وفوائده الرائعه. اصلا ده عارفين دلوقتي بيجيبوا البنات الصغيرين التنت اللي هو كان زمان عارفينه اللي هو زي البلاشر او الروجا جو بيحطوه احمر كده، دلوقتي بقى في حاجات صغنونه كده بتبقى ليكويد بتتحط عشان تديهم نوع من انواع الحمار او النضاره في وشهم. عايزه اقول لكم البنجر ده وهو اصلا ني من غير ما يتسلق، يعني ناخد شريحتين منه ويتعملوا كده ماسك على الخدود بتفضل طبيعيه لوحدها. انا الحقيقه بستخدمه مع الحنه الحمراء عشان انا بحب اللون الاحمر، فانا بعمل الحنه الحمراء بحط معاها البنجر وبحط معاها قشر الرمان المطحون عشان تكسر اللون فتخلي اللون مقفول، يعني درجه اللون تبقى مقفوله. وطبعا يعني في ناس كتير بتحب تستخدمه طبعا غير الاكل، يعني هنتكلم دلوقتي كمان عن فوائده مع بعض، غير ان هو للانيميا وغير ان هو ممكن يستخدم في ماسكات حلوه للبشره. خدت كده الثوم، شايفين حضراتكم، هاخد كده الثوم ده هنا عايز اقول لكم في ناس كتير قوي تستخدم البنجر ده وهي بتخس، دكاتره كتير بتكتب الموضوع ده وهما بيخسوا لانه مليء بالالياف كمان بيشبع، يعني بيساعد على شعور الشبع. معلقتين صغيرين بمعيار معلقه كبيره. خلاص هنحط الخل، وطبعا هنستخدم الزيت، خليني زيت زيتون بقى. عايزه اقول لكم ده من الحاجات اللي بتطرد السموم الضاره في الجسم بشكل قوي جدا، يعني انتوا بتنقوا جسمكم بجد. بصوا بقى هقلب كده، دي توكس طبيعي طبعا. بصوا كده هنقلب تقليبه حلوه، هحط بقى ايه نسبه زيت زيتون. بسم الله، وتعالوا بقى نقلب كده. هو في نسبه سكر طبيعيه فانا مش محتاج، هاخد بس بقى هنا ممكن نقطعه زي ما حضراتكم عايزين، يعني انا ممكن اعمله مكعبات كده فتبقى ايه حتى لو مش مسلوق بنسبة قوية، يعني فيه لسه كده سنة هيقعد في الخلطة دي هيرجع ممتاز. تسلم ايدك يا محمد. عايز اقول لكم ده كمان عصير وبقطن على الوش كده يبقى تونيك طبيعي روعة، كل يوم كده وسقعوه في التلاجة، يا نهار ابيض اشطفوا وشكوا بقى وحطوا التونيك ده روعة. وعايز اقول لكم هو كمان للتجاعيد رائع، يعني من الحاجات اللي لو بس احنا عندنا حاجات طبيعيه والله بنهملها كتير وبنرجع للحاجات اللي هي الايه الصناعيه ونستسهل، على الرغم ان زمان ما كانش فيه الكلام ده وكانوا كلهم بسم الله ما شاء الله الجمال كان قوي، يعني ما كانش كانت نسبه الجمال حلوه.
بسم الله هعمل كده كده هنا. هاخد كمان حدايتين كده. رايحة فين؟ رايحة فين؟ بس جميلة، ده طعمه عارفين هو مسلوق لوحده كده من غير أي إضافات، ممتاز. هما قعدوا ينقنقوا معانا دلوقتي في قبل ما نرجع لحضراتكم من الاستراحة، طعمه حلو جدا، هو مسلوق لوحده من غير إضافة لا ملح ولا أي حاجة. وقعدوا بقى اللي حاطة منه شوية روج، اللي حاطة منه شوية بلاشر على وشه، يعني ما شاء الله البنات إيه تعاملوا مع البنجر بشكل تاني خالص. ماشي يا حبايبي، خلاص احنا كده تمام. عايزه اقول لكم من الحاجات الجميله قوي وبيتحط مع على السفره مع بعض الحاجات التانيه، يعني المخللات التانيه بيبقى راقي قوي، ويعني مهم مهم بره مصر الدول العربيه والشوام مهتمين بيه جدا والله، بيبقى اساسي في اكلاتهم والله جدا، بيعملوا بيه وصفات حلوه قوي حقيقه، يعني ما ننكرش ان هم عندهم حاجات جميله بيستغلوا فيها كتير من الخضروات، عكسنا خالص مش زينا كده. يلا بينا. كده بصوا بقى انا قفلت كده، وبعدين هاخد بقى ايه ده ونبدا نصب الايه الخليط الامور ده. خليني ايه اشوف اللوش محمد حطه لي فين. ثلاجة. شايفين شكله عامل ازاي؟ رائع. انا عايزه كيس ثلاجه يا محمد او حته استرتش. تعالى ناخد ايه حته استرتش اسرع، بس طبعا كيسه تسلم ايديك كده. محمد جايب لي المكسرات جنب البنجر، عايز يحط شويه. في ناس بتحط معاه مكسرات، لوز مسلوق او صنوبر. اهو بصوا كده، هعمل دي كده تاني بس كده، وهقطع دي اهو، وهنقفل الغطا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو شايفين ازاي؟ شايفين الجمال؟ هاخد بقى طبق كده ونروح نقدمه هناك. سيبوه بقى شوية كده حلوين البنجر القمر ده، وصحة وهنا على قلب حضراتكم، وإن شاء الله نكمل ونعمل لسه في حاجات كتير وحلقات جاية كتير نعمل فيها كل اللي حضراتكم عاوزينه من وصفات خاصة بالمخللات، يعني اللي انتوا عايزينه بجد. اطلبوا اللي انتوا عاوزينه، المكدوس حاضر أنا عارفة، بس أنا كنت حابة أن أنا أعمل المكدوس مع أجار المانجو. المانجو بقى هتبدأ تنزل، فاحنا عايزين نصطادها خضرة ونعمل منها بقى اللي بيتعمل في الكويت والسعودية، أنواع كتير بالفواكه بس بتبقى خضرة طعم رائع، ثقافة جديدة ليهم هم كمان، لمستهم في الحاجات الحلوة بتاعتهم دي. أتمنى تعجب حضراتكم الهريسة اهي، البصل المخلل الأورمة، عملنا الليمون المعصفر بحبة البركة، عملنا الخيار السريع، عملنا البنجر بالشكل حضراتكم شايفينه ده. اتمنى يا رب ان الوصفات يعني تنول اعجاب حضراتكم، وتبقى بسيطه في عمايلها، وتبقى سريعه للي نفسه ياكل حاجه سريعه بسرعه يستمتع بيها. البنجر ده سيبوه بس يومين ثلاثه كده في الثلاجه، يعني يعتق مع بعضه بس، وان شاء الله بالهنا والشفاء على قلب حضراتكم. اسمحوا لنا بقى نطلع لاستراحه ونستكمل مع بعض.